السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ودي هديتنا النهاردة ليكم. هافال H6 2022 اللي بتطرح حاليا في السوق المصري من خلال وكيل علامة هافال الصينية غبور اوتو باربع فئات. هنتكلم عن اهم التفاصيل واهم الفروق ما بين الاربع فئات من خلال ريفيو مفصل وكامل للفئة الاعلى تجهيزا اللي هي الفئة الرابعة اللي هنتكلم عليها النهاردة. بس قبل ما نتكلم عن التفاصيل، فاصل صغير زي ما اتعودنا، هناخد فيه لفة حوالين العربية من بره ومن جوه، وبعد كده نتكلم على كل تفصيلة متعلقة بالعربية. يلا بينا. بص بقى يا سيدي، عندك اربع فئات من هافال H6 2022 موجودين حاليا في السوق المصري بمجموعه واسعه من التجهيزات، سواء كانت خارجيا او داخليا. سعر العربيه بيبدا من 370,000 للفئه الاولى، الفئه الثانيه ب 400,000، والفئه الثالثه ب 415,000، واخيرا الفئه الرابعه والاعلى تجهيزا اللي معانا النهارده بسعر 440,000. السعر اثار جدل، او تسعير العربيه بشكل عام اثار جدل كبير على السوشيال ميديا. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل من خلال استعراض الاوبشنز او الخيارات او التجهيزات اللي موجوده في العربيه بشكل عام. لكن خلونا نرجع فلاش باك كده لورا، ولقصه H6 وقصه هافال بشكل عام. H6 من الطرازات اللي اطلقت قبل اطلاق علامه هافال اصلا، ودي حاجه غريبه جدا. هحكي لكم على القصه دلوقتي بشيء من التفصيل. شركة هافال مملوكة في الأصل لشركة صينية عملاقة في صناعة الكروس أوفر والأس يو في والعربيات الدفع الرباعي وعربيات النص نقل اللي اسمها جريت وول. عارفين طبعا كلنا، والعربيات بتاعتها كانت موجودة عندنا في السوق المصري لحد فترة قريبة. شركة جريت وول عندها شركة صغيرة، أو أطلقت شركة صغيرة تحت مسماها باسم هافال سنة 2013، في حين انه H6 دي تحديدا كانت موجودة من 2011. يعني الجيل الاول ل H6 بدأ من 2011 تحت اسم Great Wall Haval H6، ده كان اسمها بالكامل، اسم طويل جدا، لحد ما اطلقت هافال رسميا سنة 2013، وبقى ال H6 اسمها هافال H6 على طول بدون كلمة Great Wall اللي في الاول. وبالتالي الجيل الاول بتاع العربية كمل معانا من 2011 لحد 2017، وخلال الفترة من 2015 و2017 كانت هافال H6 هي الاعلى مبيعا، الاس يو في الاعلى مبيعا في الصين. بعد كده من 2017 لحد 2020، يعني 3 سنين تقريبا، ظهر عندنا الجيل الثاني، واللي كان بيصدر بنسختين، نسخه الريد ليبل المخصصه للسوق الصينيه، ونسخه البلو ليبل المخصصه للتصدير لدول العالم الاخرى. وطبعا نسخة البلو ليبل دي كانت بتتقفل، يعني القطع الغيار وكل حاجة كانت صينية، ولكن التقفيل بتاعها كان في بلغاريا، ومن بلغاريا بيتم تصديرها للأسواق العالمية الأخرى. وبعد كده في 2020 لحد النهاردة 2022 بقى عندنا الجيل الثالث من العربية، والمطروح حاليا زي ما قلت لكم في السوق المصري بأربع فئات من خلال وكيل علامة هافال الصينية غبور أوتو. ده كده يعني نبذة سريعة عن هافال H6 الموجودة حاليا. تعالوا بقى نبتدي بأهم التفاصيل المتعلقة بالعربية والتجهيزات خارجيا، ونبدأ بمقدمة العربية. الانطباع الرياضي والعدائي هو اول انطباع هتاخده من العربية اول ما هتشوف المقدمة بتاعتها، وده بسبب التصميم الحاد لمقدمتها، سواء الخطوط التصميمية اللي بتيجي بتشكل شكل الشبكة الامامية، او الشبكة الامامية نفسها اللي واخدة شكل زوايا حادة، او حتى الخطوط التصميمية في جزء التهوية السفلي اللي موجود هنا برضو بتيجي خطوط يعني بشكل حاد الى حد ما. فهنلاحظ كمان استخدام الكروم اللي بيدي انطباع رياضي للعربية وانطباع فانسي في نفس الوقت، بالاضافة كمان لتطعيمات البيانو بلاك الموجودة على الجنبين اليمين
الشمال هنا عند فتحات التهوية الجانبية اللي هي بتبقى فيك مش حقيقية، لكن فتحات التهوية السفلية اللي موجودة هنا على طول الاكسدام بتبقى حقيقية. عندي كمان الديفيوزر الامامي اللي بيبقى مقسوم لنصين، من فوق بيبقى لونه بنفس لون العربية، ومن تحت بيبقى بالاسود المط، وبيكمل معايا لحد التصفيح الكامل اسفل المحرك. من ضمن الحاجات برضو اللي بتدي انطباع اجريسيف للعربية هو تصميم الفوانيس الامامية اللي هي مش سليم قوي، ولكن في نفس الوقت مش بحجمها الطبيعي اللي احنا عارفينه، يعني واخده ما بين البنين كده، منظرها برضو اجريسيف. في جواها عدستين، عدسه للاضاءه الرئيسيه وعدسه ثانيه للاضاءه الفرعيه او الاضاءه المنخفضه. العدستين الاضاءه بتاعتهم بتيجي LED، بالاضافه كمان للاضاءه النهاريه اللي موجوده في الاربع فئات برضو الاضاءه بتاعتها بتيجي LED، ما فيش فيها اي اختلاف. لكن الاختلاف في منظومه الاضاءه الاماميه بيحصل في الفوج لايت الاماميه، لانه في الفئه الاولى الاضاءه بتاعتها بتبقى هالوجين، اما في بقيه الفئات بتيجي الاضاءه بتاعت الفوج لايت الاماميه LED بالكامل، ما فيش فيها اختلاف. طيب عندي سنسور ركن اماميه بدايه من الفئه الثانيه، لكن لحد الفئه الرابعه هنا بتختلف العدد النقاط الموجوده على طول الاكسدام الامامي للسنسور الاماميه. ليه بتختلف؟ لان بمعاونه مع الرادار الامامي اللي موجود هنا بيساعدك على الثبات على الحاره المروريه، بالاضافه كمان للادابتيف كروس كنترول اللي موجود في العربيه. دي نقاط كلها متعلقه بالسيفتي باكج الموجوده في العربيه، سيفتي باكج ضخمه هنتكلم عليها لما نركب في مقصوره الركاب من قدام. ولكن بشكل عام العربيه من قدام كمان فيها تجهيزات متعلقه بالسلامه والامان، منها زي ما قلت لكم السنسور الاماميه، بالاضافه كمان للكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا واللي بتديني رؤيه حوالين العربيه 360 درجه بدايه من الفئه الثالثه، وطبعا بتتحد مع كاميرتين جانبيتين على المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للكاميرا الخلفيه. ده كده يعني سريعا مقدمه العربيه. خلونا بقى نتكلم على منظومه الحركه الموجوده فيها فال اتش 6 2022. تعالوا بقى نقشر كده ونتعرف على منظومه الحركه فيها فال H6. مبدئيا الكبوت وزنه تقيل وحجمه كبير وما عنديش مساعدين، ودي حاجه تضايق الحقيقه. طيب لكن عندي مثلا العزل اللي موجود هنا بالاضافه للتصفيح الكامل اسفل المحرك. بس نقطه المساعدين اللي بيرفعوا الكبوت دي نقطه تفصيله مهمه جدا على فكره، وبتساعد مع ناس كتير وبتفرق مع ناس كتير. منظومه الحركه الموجوده هنا في العربيه مكونه من محرك بسعه 1.5 لتر او 1500 سي سي تيربو، متوصل على نقل الحركه اوتوماتيكي دي سي تي او دول كلتش ترانسميشن من 7 سرعات. التبريد بتاعه بيجي بزيت مش تبريد هواء، يعني بيجي ويت مش دراي. بالنسبه للارقام الرسميه المتعلقه بالقوى الحصانيه، فالبروشور بيوضح ان هي استيميتد او تقديريه ما بين رقمين، يعني بتبقى ما بين 148 حصان لحد 152 حصان. ودي برضو لقطه ظريفه جدا او تفصيله ظريفه جدا، ان هو مش بيديك رقم ثابت العربيه بتنتجه او منظومه الحركه بتنتجه للقوى الحصانيه، بيديك قوه حصانيه تقديريه من 148 حصان ل 152 حصان عند 2500 لف. اما بالنسبه للعزم فبيتراوح ما بين ال 230 لل 233 نيوتن متر عند 1500 لف، وده بيدينا مؤشر قد ايه منظومه الحركه دي سريعه الاستجابه. ان شاء الله في اقرب تجربه قياده هنتعرف عليها بشكل مفصل كده، بقى عندنا تجارب قياده كتيره جدا مستنيانا، يعني ايه يا رب بقى التوكيلات تستعجل في ترخيص العربيات بتاعتها. طيب ما عنديش طبعا ارقام رسميه متعلقه باستهلاك البنزين او التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100، لانه طبعا لسه ما جربناش العربيه، لسه اول مره نعرفها في السوق المصري، فان شاء الله مع تجربه القياده هنتعرف عليها. ده كده سريعا منظومه الحركه في هافال اتش 6. خلونا يعني برضو نقول لقطتين سراع كده على منظومه التعليق او نظام التعليق في العربيه. الامامي بيجي ماكفيرسون، والخلفي بيجي مالتي لينك اندبندنت او منفصل، ودي برضو من ضمن نقاط القوه في العربيه. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربيه ونتعرف على الاوبشنز الموجوده فيه. يلا بينا. ليمون او ليمون هو ده اسم قاعده البناء اللي اتبنى عليه الجيل الثالث من هافال اتش 6، وطبعا قاعده بناء مختلفه عن اللي اتبنى عليها الجيل الاول والثاني. وكان الهدف من انشاء قاعده بناء جديده حاجتين. الحاجه الاولانيه هو هيكل او بادي للعربيه اكثر صلابه ومتانه، والحاجه الثانيه هو توفير مساحات داخليه اوسع واكبر في الجيل الثالث هنا. وعندنا فعلا مساحات داخليه واسعه جدا في المقصوره بتاعه الركاب، هنتعرف عليها اول ما نركب في الكنبه الخلفيه. طول قاعده العجلات هنا 2 متر 73 سنتي، طول العربية الكلي حوالي 4 متر 65 سنتي، وطبعا ده بيدينا مؤشر قد ايه المقصورة الداخلية فيها مساحات مستغلة بشكل كامل، وهقول لكم ازاي مستغلة بس لما نركب. في مفاجأة صغيرة كده لطيفة متعلقة بالمساحات اول ما نركب في الكنبة الخلفية هقول لكم عليها. ارتفاع العربية عن الارض مفيش رقم رسمي متعلق بارتفاع العربية عن الارض، ولكن واضح ان هو يمكن يعني بيتخطى 18 سنتي بشكل واضح، لكن في رقم صغير موجود في البروشور بيقول لنا 17 سنتي، ده اقرب نقطه للارض من بطن العربيه.
فده يعني نقدر نعتبره هو الرقم الرسمي 17 سنتي، لكن طبعا من الواضح ان ارتفاع العربيه عن الارض مناسب جدا للطرق المصريه. الجنط هنا في الفئه الرابعه مقاسه 19 انش، في بقيه الفئات اللي تحتها بيجي 18 انش لكن بنفس النقشه والشكل. مقبض الابواب بتيجي بنفس لون العربيه مع منظومه كيلس انتري او مفتاح ذكي او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح مع الستارت ستوب انجن، ودي موجوده برده في الاربع فئات مفيش فيها اي اختلاف. الازاز الخلفي بيجي فومي، الازاز الخلفي تماما كمان بيجي فومي في الاربع فئات مع الروف راكس، اما فتحه السقف البانوراميه فبتبقى موجوده بدايه من الفئه الثالثه والفئه الرابعه. عندي كمان الفريم الكروم اللي موجود هنا بيحوط الازاز، سواء الازاز اللي قدام او اللي ورا، ده موجود في كل الفئات مفيش فيه اختلاف. وطبعا الفواصل اللي موجوده هنا واللي بتيجي من البيانو بلاك، الجزء ده كمان بيجي من البيانو بلاك، موجود برده في كل الفئات مفيش فيه اختلاف. المرايات الجانبيه قابله للضبط كهربائيا من جوه العربيه في الاربع فئات، اما الضم الاوتوماتيكي بتاعها فبيكون بدايه من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه. منظومه الرؤيه 360 درجه بتستوجب وجود كاميرتين على المرايات الجانبيه اليمين والشمال موجودين هنا بدايه من الفئه الثانيه. انا كنت قلت لكم واحنا بنتكلم في المقدمه في الفئه الثالثه، انا اسف، هي من الفئه الثانيه والثالثه والرابعه عندي منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه. الضم بتاع العربيه زي ما قلت لكم او ضم المرايات بيبقى كهربائي او اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بالاضافه طبعا للاشارات الجانبيه اللي مثبته على المرايات الجانبيه هنا. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيه، ومنها هندخل على الكنبه الخلفيه اللي فيها مفاجاه متعلقه بالمساحات. يلا بينا. في الظهر بقى عندي، تعالوا كده ناخده من فوق لتحت عشان في شويه اوبشنز ظريفه. مبدئيا عندي انتنه زعنفه القرش او الشارك فين موجوده من الفئه الاولى، سبويلر موجود من الفئه الاولى، مثبت عليه اضاءه تحذيريه الخاصه بالفرامل من الفئه الاولى، مع الازاز الخلفي اللي بيجي فمي وجواه سخانات عشان الشبوره والضباب من الفئه الاولى. عندي كمان مساحات خلفيه من الفئه الاولى. الاحظ كمان بقى منظومه الاضاءه الخلفيه اللي بتيجي معاها الشريط او بار ال اي دي موجود هنا واصل ما بين الفانوسين اليمين والشمال. الاضاءه بتاعته بتيجي ال اي دي بالاضافه كمان للاضاءه بتاعه الفوانيس كلها بتيجي ال اي دي بالكامل من الفئه الاولى، مفيش فيها اي اختلاف. كلمه هافال المكتوبه هنا بالكروم من دي منظر برده شيك جدا، بالاضافه كمان لترام كروم موجود هنا في تحت منه الكاميرا الخلفيه والزرار الخاص بفتح الشنطه، وفي فوق منه كلمه هافال زي ما احنا شايفين. على يمينك موجود كلمه جي دبليو ام اللي هو جريت وول موتورز، وعلى الشمال عندك كلمه اتش 6 مع جي بي اوتو وكيل علامه هافال الصينيه في السوق المصري. الاحظ ان الديفيوزر الخلفي بيجي لونه اسود مط شبه اللون بتاع الديفيوزر الامامي، وبيجي طبعا معاه شرايط موجوده هنا عشان تدي انطباع اجريسيف او انطباع يعني اوف رود للعربيه، بالاضافه كمان لاضاءه تحذيريه خاصه بالفرامل موجوده هنا على الديفيوزر الخلفي بتدي منظر برده رياضي للعربيه. الشنطه بتفتح كهربائيا بداية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة. فين الزرار؟ الزرار اهو كده بفتح الشنطة، ممكن كمان افتحها من خلال زرار موجود ليها في الريموت كنترول. تعالوا بقى نركب عشان اقول لكم بس مساحة الشنطة، يعني اوضح لكم مساحة الشنطة عاملة ازاي. انا كده راكب وفارد رجلي بشكل كامل، ومع ذلك المساحة واخداني بشكل لطيف جدا، يمكن مساحة السقف بس هي اللي ممكن تضايق لو حد في طولي يعني، لكن مساحة الشنطة 600 لتر مستغلة بشكل كامل وقابلة للزيادة لحوالي 1130 لتر في حالة ان انت قررت تتني الكنبة الخلفية 40-60، بالاضافة كمان لدور سفلي موجود هنا في جواه الاستبن الخاص بالعربية. الاستبن بيجي بنفس مقاس الجنط، ولكن طبعا بيجي بجنط حديد مع العدة الخاصة بالاستبن اللي هو الكوريك والمفك. في عندي كمان فتحة 12 فولت موجودة هنا، بالاضافة كمان لوحدة اضاءة صغيرة LED. عندي كمان ستارة موجودة علشان اقدر اغطي بيها اي حاجة موجودة في الشنطة، وعندي كمان مساحات تخزين صغيرة موجودة هنا علشان لو عايز احط فيها اي العاب او حاجة صغيرة تكون احجامها صغيرة وما تقعش او تدلق او تتحرك مع حركة العربية. موجود على اليمين وعلى الشمال هنا مساحات تخزين صغيرة ممكن تبقى مخصصة للاطفال. زي ما قلت لكم الشنطة بتفتح كهربائيا بالكامل بداية من الفئة الثانية والثالثة والرابعة. تعالوا بقى نركب الكنبة الخلفية عشان انا متشوق جدا ان انا اعرفكم على الكنبة الخلفية والمقصورة الداخلية في العربية. يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية، أنا مبسوط جدا الحقيقة صراحة بالكنبة الخلفية بتاعت العربية دي. ليه بقى؟ لأن هي شبه انتري البيت عندنا، يعني حقيقي يعني.
مبدئيا المساحات مستغله بشكل كامل. انا قاعد ورا كرسي السواق اللي انا ظبطته مسبقا على وضعيه القياده بتاعتي، فبالتالي انا قاعد مستريح. انا عندي بتاع 5 صوابع وشويه موجودين بالنسبه للركب. اما الارتفاع بتاع الكرسي فممكن في عيل صغير ممكن يعني يتدحرج تحت، ما فيش فيه اي مشكله. من ابرز المميزات في الكنبه الخلفيه والمساحات الداخليه في العربيه هو انه ما عنديش نفق فتيس نهائيا، ودي حاجه لطيفه جدا. بالاضافه كمان لكونسول وسطي طالع لقدام جدا مع المساحه القاعده بتاعه الجزء في النص دي اطرى من المساحه بتاعت الجنبين، فبالتالي بخليه الواحد قاعد القاعد اللي في النص ده متهيألي هيبقى قاعد مستريح اكتر من اللي قاعدين في الجنبين. عندي المسافه ما بين ركبتي وما بين الكونسول الامامي 5 صوابع برضو ويمكن اكتر كمان، فبالتالي اللي هيقعد في النص هنا يبقى قاعد مرتاح جدا جدا جدا. العربيه تاخد 3 كبار بطول 178 سنتي مرتاحين جدا، مفيش فيه اي مشكله. طيب عندي طبعا مسند ايد خلفي موجود هنا، في 2 كاب هولدر موجودين، وده طبعا موجود في الفئه من الفئه الاولى، مفيش فيه اي اختلاف. بالاضافه طبعا لطي الكنبه الخلفيه زي ما اتفقنا 40-60 علشان تزود مساحه التحميل بتاعه الشنطه بمنتهى السهوله، مفيش فيها اي مشكله. طيب الفرش بتاع العربيه بيبدا من الفئه الاولى بيبقى قماش، اما الفئه الثانيه والثالثه والرابعه فبيجي من الجلد. الماتيريال بتاعته فخمه جدا سواء في التقفيل او في الخياطه او حتى في الماتيريال. هتلاحظ ان الظهر بتاع العربيه مقسوم لنصين كده، في نص علوي اللي موجود بيبقى القماش بتاعه او الجلد بتاعه بيبقى ساده، والجزء السفلي اللي موجود اللي هو منطقه الظهر بيغطي منطقه الظهر بيبقى فيه فتحات خاصه بالتهويه. بالاضافه كمان لمكان الجلوس او مكان القعده برده بيبقى فيه نقط كده لفتحات تهويه موجوده، بالاضافه كمان لاماكن تثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس والاحزمه ثلاثيه التثبيت الخلفيه اللي موجوده هنا، بالاضافه لفتحه السقف البانوراميه الكبيره جدا واللي موجوده بدايه من الفئه الثانيه الفئه الثالثه والرابعه، مش موجوده ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه. فتحات التكييف الخلفيه موجوده بدايه من الفئه الاولى، مفيش فيها اي اختلاف. بالاضافه كمان لفتحتين يو اس بي تايب اي موجودين برضو بدايه من الفئه الاولى، مفيش فيها اي اختلاف. فبالتالي المقصوره الخلفيه فيها شيء من الرحابه والفانسي والدلع كبير جدا. يمكن من ابرز الاختلافات اللي موجوده في الابواب، عندنا الساوند سيستم او نظام الصوتي الموجود في العربيه، والله العظيم القعده مريحه جدا لدرجه ان انا هنام منكم وانا بسجل. طيب من ضمن الاختلافات الموجوده في الابواب هنا عندنا النظام الصوتي بتاع العربيه هنا في الفئه الرابعه بيبقى 8 سماعات، فبالتالي عندي سماعتين موجودين في كل باب، عندي سماعه موجوده هنا وسماعه موجوده هنا. في الفئات الاقل بتبقى 4 سماعات فقط في العربيه. هلاحظ كمان الماتيريال المستخدم في الابواب بيبقى ميكس ما بين البلاستيك في الجزء اللي فوق، عندنا كمان هنا بيبقى من الجلد مع ستيتشنج باللون الابيض، وهنا كمان المسند بتاع الكوع بيجي من الجلد. اما وحده التحكم في الازاز الخلفي بتبقى من البيانو بلاك مع مساحه تخزين لطيفه جدا في الباب الخلفي موجوده هنا، بتبقى مساحه الى حد ما تاخدش ازازه لان هي رفيعه ولكن واخده طول كبير للباب. عندنا الازاز الخلفي بالمناسبه بيقفل ويفتح بالشكل ده اوتوماتيكي وبيقفل اوتوماتيكي، بالاضافه كمان لوحده رفع كامله بترفع الازاز وفتحه السقف في حاله ان انا بره العربيه وعملت هولد على زرار القفل بيقفل الازاز وفتحه السقف كمان بدون الحاجه الوجود في العربيه او ان انا اقفل العربيه او افتحها بالستارت ستوب انجن. عندي كمان مساحه تخزين موجوده في ظهر الكراسي الاماميه. ده كده سريعا الكنبه الخلفيه، تعالوا بقى نطلع قدام كمان عشان في انبهارات اكتر موجوده قدام، يلا بينا. ايه رايكم نكمل الريفيو على الانغام الهاديه دي للعربيه؟ الحقيقه الصراحه يعني قليل لما بعجب بعربيه صيني او صناعه صينيه هذا الاعجاب، يعني الصراحه العربيه قادره جدا ان هي تبهرك من المره الاولى اللي هتتفرج فيها على العربيه، سواء من ناحيه التصميم، سواء التصميم الخارجي او داخل العربيه او حتى الاوبشنز الموجوده او الماتيريال المستخدمه كمان في العربيه. وخلونا نبتدي ببعض العوامل السلامه والامان في العربيه. يمكن في حاجه بس مش ظريفه في عوامل السلامه والامان ومتعلقه بالمقصوره الداخليه للركاب وتحديدا في نقطه الاير باجز الموجوده او الوسائد الهوائيه. طبعا بدايه من الفئه الاولى بتبقى 2 اير باج بس، بعد كده بتطلع ل4 اير باج في الفئه الثانيه والثالثه، بعد كده بيبقى عندك 6 اير باج موجودين هنا في الفئة الرابعة. بشكل عام أنظمة الفرامل واحدة في ال4 فئات، مفيش فيها أي اختلاف، وكل ما يتعلق بأنظمة الفرامل العالمية والمعروفة دوليا موجودة في العربية من الفئة الأولى، مفيش فيها أي اختلاف. الـ ABS، الـ ABD، الـ ESP، تراكشن كنترول، نظام الثبات الإلكتروني، عندك الهيل أسيست أو مساعدة عربية في الصعود من المرتفعات والهبوط من المرتفعات، عندك الأوتو هولد، عندك التاير بريشر مونيتورنج، عندك مجموعة ضخمة جدا من عوامل السلامة والأمان. للأسف أنا مش هقدر أقول لكم كلها، أنا يعني ماسك البروشور بتاع العربية وعمال أحفظ، يعني أنا عايز أقول لكم ده
السكشن الخاص ب فين اهو، ده خاص بعوامل السلامه والامان الموجوده في الفئه الرابعه بس، وده كل دي عوامل سلامه وامان موجوده في الاربع فئات مفيش فيها اختلاف. فعايز اقول لك انه في كميه يعني عوامل سلامه وامان انا ما قدرتش احفظها، بقالي كام يوم بذاكر في العربيه فعلا ما قدرتش احفظها. منها مثلا نظام مراقبه ضغط الاطارات، في عندك كمان تنبيه للسائق في حاله الارهاق، في عندك كمان مجموعه كبيره من انظمه السلامه والامان المتعلقه بالاداء على الطريق او مساعده القياده بمعنى اصح. منها مثلا اللينك يبقى اسيست، انا قلت لكم ان عندنا هنا رادار عملاق بيساعدك كمان مع الكاميرا الاماميه والسنسور الاماميه في البقاء على الحاره المروريه، في المساعده من الانتقال من حاره لحاره اخرى برضو، بقى كمان بيساعدك في ديتكشن للعلامات الاشاره او الاشارات المروريه اللي موجوده واشارات المتعلقه بالسرعه بيديك تحذير بها في حاله ان انت تجاوزت السرعه المقرره. عندك يعني مجموعه كبيره جدا من انظمه مساعده القياده اللي موجوده في العربيه هنا، منها برضو على سبيل المثال موضوع الركن الاوتوماتيكي او الركن الالكتروني او الاوتوماتيك باركينج الموجود في العربيه، العربيه بتركن بشكل اوتوماتيكي في حاله ان انت يعني محتاج مساعده منها او حاجه. فيعني لو انا قعدت احنا محتاجين فيديو لوحده ونتكلم على عوامل السلامه والامان بتاعه العربيه هنا، لكن خلونا نتجاوز موضوع عوامل السلامه والامان ده لان احنا كده خلاص تاكدنا من ان العربيه سيفتي بنسبه كبيره، مش عايز اقول رقم لكن بنسبه كبيره، هي مقارنه بكتير من منافسنا هي فيها عوامل السلامه والامان جيده جدا نقدر نقول عليها، باستثناء الملحوظه اللي انا قلت لكم عليها في الاول موضوع عدد الاير باجز المختلفه ما بين الفئات وبعضها. بالنسبه للماتيريال بشكل عام عندك هنا السوفت ماتيريال بشكل لطيف جدا جدا جدا، بعد كده عندك الجزء ده بيجي من البلاستيك الرصاصي، الماتيريال بتاعته قويه جدا مع فتحات تهويه، عندك اربع فتحات تهويه لكن تحس ان هي ممتده على طول الطابلو بشكل كامل فبتديك منظر شيك، بتحس ان الطابلو واخد ثلاث طبقات او ثلاث ادراج او يعني ثلاث ادوار كده. ده الدور الاولاني بيجي من السوفت ماتيريال، بعد كده فاصل من فتحات التهويه، بعد كده بيجي عندك الجزء ده بيبقى من البلاستيك الاسود بلاستيك الرصاصي اللامع، بعد كده بتنزل لتحت شويه الجزء ده بيجي من الجلد الكامل مفيش فيه اي تطعيمات من البلاستيك، ودي برضو شكلها شيك جدا. عجله القياده كمان بتيجي من الجلد مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي، بتيجي 3 سبوكس زي ما احنا شايفين كده مالتي فانكشن في الفئات كلها مفيش فيه اي اختلاف، في وراها الشيفت بادلز الموجوده هنا مع شاشه عدادات بحجم 10 وربع بوصه موجوده برضو ديجيتال طبعا موجوده في الاربع فئات مفيش فيه اي اختلاف. اما الانفتينمنت سيستم، شاشه الانفتينمنت سيستم الموجوده هنا فبتختلف في حجمها ما بين الفئات وبعضها، فبدايه من الفئه الاولى والثانيه والثالثه حجم الشاشه بيبقى 10 وربع بوصه، اما هنا بيبقى 12.3 بوصه حجمها اكبر شويه. من خلالها بقدر اتحكم في مجموعه كبيره جدا من الاعدادات الخاصه بالعربيه، منها على سبيل المثال موضوع تسخين وتبريد الكراسي الاماميه اللي موجوده هنا في الفئه الرابعه، ممكن اعمل لها تسخين او تبريد على حسب ما انا محتاج. الكراسي الاماميه هنا في الفئه الرابعه بيبقى الضبط بتاعها سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي الضبط بتاعها بيبقى كهربائي بالكامل، اما في الفئه الثالثه بيكون كرسي السائق فقط هو الكهربائي، اما في الفئه الثانيه بيكون والفئه الثانيه والاولى طبعا بيكون الضبط بتاع الكراسي يدوي او مانوال. عندك كمان هنا نظام القياده اللي انت بتحتاج تحدده طبعا اذا كان عندك سنو او سبورت او ايكو او نورمال على حسب ما انت محتاج اسلوب القياده بتاعك، بالاضافه كمان لو عملت سلايد من هنا ممكن اقدر اختار مجموعه كبيره من الاوبشنز الموجوده، بالاضافه كمان لنقطه مهمه جدا وهو ان انا ممكن اتحكم كمان ثانيه واحده ممكن اتحكم كمان فيما يتعلق بالستيرنج. طبعا هنا الجزء الخاص بالتكييف ممكن اتحكم فيه من هنا او ليه زرار شورت كات موجود هنا كمان، وهنا ما يتعلق باعدادات الانفتيمنت سيستم، وبعد كده في عندي برضو مجموعه كبيره جدا من السيتنجز او من الاعدادات الخاصه بالعربيه، منها مثلا الستيرنج ويل اللي انا ممكن اتحكم في السوفت بتاع عجله القياده اذا كان اذا كنت عايزها نورمال او سوفت او هارد على حسب منظومه القياده بتاعتي او على حسب طريقه القياده بتاعتي او الطريق اللي انا ماشي عليه، بالاضافه كمان لامبيانت لايت موجود هنا في الفئه الرابعه بس بيجي من لون واحد باللون الاحمر موجود في الابواب الاماميه وحوالين فتحه السقف البانوراميه اللي موجوده هنا. طبعا لو عملت سلايد كده بيديك كل الفانكشنز اللازمه ليك، عندك هنا الستيرنج مود زي ما قلت لكم كومفورت سبورت او لايت، هنا درايفنج مود النورمال وسبورت وايكو وسنو، بالاضافه كمان لضبط بقى اعدادات متعلقه بالساوند سيستم والاوتو ستوب، بالاضافه كمان لمنظومه مساعده في منع التصادم الامامي ومنع التصادم الخلفي، العربيه في حاله وجود عائق وانت بترجع لورا بتفرمل اوتوماتيك علشان تمنع التصادم اماميا او خلفيا كمان. طيب
عندي طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ده اكيد حاجه مفروغ منها، بالاضافه كمان لان انا ممكن اغير الثيم او شكل العدادات الاماميه. عندي تو ثيمز او شكلين مختلفين للعدادات الاماميه، ممكن من خلالهم اقدر اتحكم في اي حاجه متعلقه بالشكل بتاع العدادات اللي يناسبني في النهايه. طيب عندي زرار، مجموعه ازرار واختصارات موجوده تحت، منها الاون والاوف بتاع الاي سي. عندي الاي سي هنا ممكن اعمل له اكتيفيت او دي اكتيفيت، وبيظهر لي طبعا معلومات الشاشه على الشاشه هنا. الزرار الخاص بالسخانات الموجوده في الازاز اللي ورا، والستوب، والسخانات الموجوده في الازاز الامامي، بالاضافه كمان للسنسور بارك اللي بيشغل لي منظومه الرؤيه 360 درجه زي ما احنا شايفين الكاميرا 360 درجه، مع الاوتو بارك اللي موجود هنا بمنظومه رؤيه طبعا ظريفه جدا، والريزوليوشن بتاع الكاميرا عظيم جدا الحقيقه، من احسن الريزوليوشنز اللي انا شفتها قبل كده. ممكن تخليه 3D او 2D زي ما احنا شايفين كده، بيخلي العربيه تظهر لك بالشكل اللي انت محتاجه. عايز تعرف اي حاجه حوالين العربيه بالشكل ده، وفوق وتحت بتظهر لك العربيه بالشكل اللي انت محتاجه. طيب عندي كمان زرار، اخر زرار الموجود هنا موجود علشان اقفل الشاشه خالص لو انا مش محتاج استخدمها دلوقتي، يعني خلاص انا مش محتاج الشاشه فبقفل الشاشه خالص، ما بحتاجش ان انا اشغلها. عندي كمان هيد اب ديسبلاي موجوده هنا، مستحيل هعرف اصورها لكم لان هي بروجكت بتظهر لك على الشاشه اللي قدامك او على الازاز الامامي بتاعك من قدام هنا، انا شايفها دلوقتي بس انتوا اكيد مش هتشوفوها، وحاولت اصورها اكتر من مره صراحه في الانسرتات ما جاتش معايا خالص، مش عارفه تظبط، لكن واضحه جدا بالنهار للشخص اللي هيقعد هنا، لو قاعد هنا مش هتشوف. طيب وايرلس تشارجر عظيم جدا موجود هنا، وعظمته في حته بقى لطيفه، ان هو موجود في مكان في تحت منه كمان دور فيه فتحات يو اس بي وفتحه 12 فولت. من خلال الدور اللي موجود تحت ده مع مساحه التخزين، ممكن اقدر اعدي السلك بتاعي بالشكل ده، الجزء ده كده بيتشال، استنوا كده اوري لكم الحركه عشان الحركه عجبتني جدا الصراحه. الجزء ده بيتشال زي ما انتم شايفين كده، وبتعدي السلك من المنطقة دي، وبعد كده بتحط الجزء ده وبتحط الموبايل بتاعك، فبالتالي ما بيبقاش عندك زحمة أسلاك موجودة في المنطقة دي، ودي برضو حركة عظيمة جدا. الجزء ده من الكونسول الوسطي بيديك يعني تفصيل او منفصل عن الراكب الامامي، بيديك احساس بانه العربيه مقسومه لجزئين. التكييف بتاع العربيه بيجي هنا في الفئه الرابعه الدول زون اوتوماتيك، في الفئه الاولى بيبقى مش اوتوماتيك، بيبقى اوتوماتيك لكن مش دول زون، في الفئه الثانيه والثالثه والرابعه بيبقى الدول زون واوتوماتيك كمان، بالاضافه طبعا لفتحات التكييف الخلفيه اللي اشرنا اليها. نقل الحركه زي ما احنا شايفين عباره عن بكره، بيجي زرار الباركينج او البي موجود في المنتصف، مع الار والان والدي والمانوال كمان وانت عايز، عشان طبعا عندك شيفت بادل هنا ممكن تستخدمها. الكاب هولدر برضو تصميمها راقي جدا، طبعا تطعيمات البيانو بلاك الموجوده على طول على طول الجزء الخاص بالكونسول الوسطي، بفتح بالشكل ده، بتفتح بشكل سوفت ظريف جدا، وممكن كمان استغنى عن التقسيمه بتاعتها بان انا استخدمها كجزء خاص بالتخزين لو انا مش عايز احط كوبايات. لو انا عايز احط كوبايات بلمسه بسيطه بالشكل ده بيفتح عندي الكاب هولدر لو انا محتاج احط فيها زي ما قلت لكم الكوبايات. ما عنديش طبعا ثلاجه، في ناس كتير سالتني على موضوع الثلاجه، ما عنديش ولا في الجلافز بوكس الموجود هنا ثلاجه، ولا حتى في مسند الايد الامامي مساحه التخزين اللي هنا ما فيهاش ثلاجه، لكن مسند الايد بيفتح برده من خلال زرار صغير موجود هنا، بيفتح بشكل شيك جدا، بيجي من الجلد، وعندي مساحه تخزين مهوله تحت منه. طبعا فرامل الايد بتيجي كهربائيه من الفئه الاولى، والاوتو هولد طبعا برده من الفئه الاولى، مفيش فيه اي اختلاف. زرار الستارت ستوب انجن برده موجود هنا على يمينك، في عندك انظمه التحكم في العربيه واي حاجه ديسبلايد على شاشه العدادات الديجيتال الموجوده هنا، وعلى الشمال عندك الجزء الخاص بالتحكم في الانفوتينمنت سيستم الموجود في العربيه. طيب على شمالك بقى في مجموعه ازرار، منها التراكشن كنترول والتحكم في ارتفاع عدسه الاضاءه الموجوده، وفتح باب الشنطه، بالاضافه للنظام التحكم في النزول من المرتفعات برضه لو عايز اعمل له اكتيفيت او دي اكتيفيت. الابواب الاماميه بقى عكس الابواب الخلفيه، طبعا كان فيها تطعيمات من بلاستيك في الابواب الخلفيه، هنا في الابواب الاماميه ما عنديش تطعيمات بلاستيك نهائي في الابواب، الابواب كلها يا اما سوفت ماتيريال من فوق، يا اما بيجي من الجلد من بطن الباب في المنطقه دي، او مسند الكوع كمان بيجي من الجلد، وعندي كمان تطعيمات بيانو بلاك مع تطعيمات من الكروم موجوده على وحدات الازاز الاماميه، وتحت عندي مساحات تخزين كبيره جدا بتاخد مساحه ازازه ميه كبيره، بالاضافه كمان لمساحه كمان وراها بطول الباب بتديك مساحه كمان جميله جدا للتخزين. عجله القياده برضو قبل ان هي تتحرك في اربع اتجاهات زي ما احنا شايفين، قدام وورا وفوق وتحت بالشكل ده على حسب طبعا ما انا محتاج، وزي ما قلت لكم زرار الستارت ستوب انجن.
المرايه الخلفيه هنا بتيجي اوتو دامج في الفئات كلها برضو، مفيش فيها اي اختلاف، بالاضافه طبعا للرادار اللي موجود هنا. الرادار ده فيه هنا فتحه يو اس بي هنلاحظها موجوده هنا علشان لو عايز تركب داشبورد كاميرا او كاميرا اماميه لو انت محتاجها يعني عشان تسجل حركه العربيه على الطريق، برضو يعني ليها فتحه يو اس بي موجوده هنا، شفتها في السكودا كانت حركه ظريفه جدا الحقيقه. عندك طبعا الشماسه اللي موجوده هنا بتفتح كده، في عندك مرايات في الجنبين هنا وهنا كمان نفس الحكايه بالشكل ده. طيب برضو من ضمن اللمسات الحلوه قوي اللي موجوده هنا في العربيه هقول لكم على حاجه. فين؟ الجزء ده من الكاب هولدر فيه مكان هنا لتخزين الكروت، مكان صغير كده هتلاقوا عليه علامه كروت كده علشان تحط فيه مثلا الرخصه، تحط فيه اي حاجه وتقفل عليها، بتبقى بعيده خالص عن الكوبايات وفي نفس الوقت مقفول عليها، فبتدي منظر شيك جدا. لاحظ كمان هنا مسند الايد برضو بيفتح بشكل كامل، وفي هنا مشبك في ظهره كده في البطن بتاعه من جوه، في مشبك عايز تحط ورقه، عايز تحط كروت، عايز تحط رخصه، في مشبك هنا برضو ظريف بيدي منظر شيك. وفي لمسات كده يعني فيها اهتمام في بالتفاصيل متعلقه بالعربيه هنا وفي تصميمها. اتمنى ان انا ما اكونش نسيت اي عامل من عوامل السلامه والامان، حقيقي عوامل السلامه والامان في العربيه رائعه جدا. التقفيل والماتيريال والاوبشنز الموجوده في العربيه عظيمة جدا مقارنة بأي عربية صيني موجودة في السوق. نهاية يعني خلاص أنا كده تقريبا خلصت كل حاجة تقريبا في العربية، أتمنى أنا ما كنتش يعني نسيت حاجة، لو نسيت حاجة فكروني بيها في الكومنتات، مش هقول لكم لأ يعني، أكيد مرحب بيكم ومرحب بيكم ومرحب بكومنتاتكم أكيد. طيب بس كده، بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا لهافال اتش 6 2022، وتحديدا الفئة الرابعة او الاعلى تجهيزا من الفئات الاربعة اللي بتنزل بيهم العربية في السوق المصري. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد وعربية جديدة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. طبعا مش عايز افكركم زي كل مرة، مهم جدا تنزل تتفرج على العربية بنفسك وتتعرف على الاوبشنز اللي فيها لو كانت العربية من ضمن حساباتك او كنت ناوي تشتريها مستقبلا ان شاء الله. بشكركم جدا وان شاء الله نشوفكم في عربية جديدة وريفيو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.